تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات لإيصالها للقطاع المحاصر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، أرحب بك، وضعنا في الجديد لديك. نعم يا زميلي يوسف، يعني بعد تحية بالفعل، يعني اليوم لدينا العديد من الأخبار الجديدة داخل مدينة العريش، ومنها هو يعني التجهيز لطائرتين للإجلاء، واحدة لقطر وواحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه عمليات الإغاثة أو عمليات التأجيل بالفعل يعني كانت على متنها حوالي أكثر من 30 من المصابين من الفلسطينيين، وحوالي 71 من الفريق المصاحب لهذه الفرقة. نؤكد أن هذه عملية الإجلاء هي الرقم 15 لدولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا كان هناك يعني وصول مساعدات من دولة بلجيكا، يعني تقدر بحوالي 50 طن من المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية، وتحمل هذه المساعدات العديد من المستلزمات الطبية لتمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. ولكن الجديد لدينا أيضا هو يعني الزيارة التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر كيت فوربس إلى شمال سيناء غدا، وبالتحديد إلى مدينة العريش، والتي كانت اليوم يعني في ضيافة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث سبل يعني دعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. يمكن هذه الزيارة هي زيارة مهمة للغاية، لأنها تأتي يعني في وضع وفي وقت يعني غاية في الصعوبة، هو تعليق عمل الأونروا في قطاع غزة، والذي يعني يحتوي أكثر من 2 مليون من الفلسطينيين المحاصرين ضد ممارسات الاحتلال جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. نعم. هذا فيما يخص الجديد في مدينة العريش. ولكن نتحول إلى يعني مسألة المساعدات الغذائية، فنحن نتحدث اليوم عن دخول حوالي 155 شاحنة من المساعدات عبر معبر العوجة، وأربع شاحنات تحمل وقود من معبر رفح مباشرة إلى قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا في مدينة العريش اليوم، وما يعني صاحبه من أخبار جديدة في أحداث اليوم. وغدا بإذن الله سوف نكون متابعين للزيارة التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي للاتحاد لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، والتي تعد الزيارة الأولى منذ توليها منصبها في هذا الشأن. وأعود إليك مرة أخرى زميلي يوسف. زميلي محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة.